القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس في محراب جامعة القاهرة. سوفالدي للمصريين بالخارج بنفس شروط وخطوات الداخل. الصعيد يشكو عسل القصب قد يتحول إلى مرارة. إليكم تفاصيل النشرة. إعلاء قيمة العمل والانتماء للوطن وحث الشباب على المشاركة الفاعلة في بناء مصر، هذه المرة الأولى في تاريخ مصر الذي يحتفل فيها رئيس الجمهورية بأوائل الجامعات في رسالة واضحة بأن هذه البلاد لن تنهض إلا بشبابها المتفوقين، وأن الاهتمام بالأجيال القادمة جزء من استراتيجية مصر الحديثة مصر 30 يونيو. تطاول إردوغان على مصر أمر غير لائق وخطأ، هكذا أكد أعضاء معارضون في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي، مضيفين إن كلمة الرئيس التركي أصابت العلاقات التركية المصرية بجرح عميق، لافتين إلى أن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر أمر غير صحيح، وأوضحوا أن غرض إردوغان الوحيد هو دعم مرسي، معتبرين أن ذلك من قبيل الطائفية. سوفالدي حق للجميع، إذ قال الدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الجبدية إن المرضى المصريين المصابين بفيروس سي والمقيمين في الخارج ويرغبون في تلقي العلاج الجديد سوفالدي تنطبق عليهم نفس الشروط وعليهم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، مؤكدا أنه ينبغي على المريض أن يحضر إلى مصر لتلقي العلاج. عسل القصب قد يتحول إلى مرارة، حيث نظم عدد من مزارعي القصب بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي وقفة احتجاجية أمام الجمعية التعاونية الزراعية على خلفية نقص الأسمدة الزراعية لمحصول القصب هذا العام، وطالب المحتجون المسؤولين بتوفير احتياجات المحصول من الأسمدة، موضحين أن نقص السماد يؤدي إلى تلف محصول القصب الذي يعتبر المحصول الاستراتيجي للزراعة في الصعيد. حبارة مجرم وقاتل، هذا ما أكده رئيس مباحث مركز أبو كبير في شهادته بقضية مذبحة رفح الثانية، مشيرا إلى أن المتهم عادل حبارة له سبع قضايا ما بين سرقات وضرب وتجمهر، وأن آخر قضية له كانت قتل شرطي سري وتم الحكم عليه فيها بالإعدام غيابيا. في ذات السياق أمرت هيئة محكمة جنايات القاهرة بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم لإهانته هيئة المحكمة، كما أمرت بطرد حبارة وبقية المتهمين خارج قاعة المحكمة. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.